تفضل اسمع انت بتنتهي يا نهار. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، مرحبا. كيفكم؟ كيفك عمو؟ منيحة؟ السلطة وين ما ضيعته؟ لا ابدا ابدا، دغري هيك وصرنا اربع ساعات على الطريق. لاحظت لانه ناطرتكم عتمت. منيح اللي سالنا كم حدا دلنا يعني. يعني عتمت انا عند بس وين صرتوا؟ هي ساعة بمرق باخذك. خليك انت برا. اوكي انا بعيط لك قبل بنص ساعة. يلا اوكي ميرسي بيير، باي باي. اهلا وسهلا، كيفكم؟ ماشي الحال. هلا ما ضيعته بهالطريق. لا ابدا ابدا. نبرم 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 نبرم. اخر شيء جي بي اس سالنا في ميني ماركت وقفوا سالوني كيف سوقت توني؟ ايه كيف سوقت توني؟ لا رايق رايق. ايه اهلا وسهلا فيكم ببيت الشاعر. احنا نبلش هيك برمتنا قبل ما تعتم لانه تاخرتوا من برا ونرجع هيك نتحدث شوي شوي. كان الحق علينا انه تاخرنا. بيير الحق عليك، معلش. يلا اوكي ماشي الحال، تفضل. عادة بلش انا هيك زيارة هالبيت اللي هو كان ارادة رسام توين يكون متحف. عادة بلش من فوق بس هلا لانه عم تعتم بتعرفوا بكير. تفضل. ايه فصرنا عم بلش البرمة من هون. واو هيك نزوركم. ايه هيدا الزيز بعده من كم سنة بطلوه. تفضل. شكرا سيد بيير. منبلش من هون. عادة نحكي شوي هيك عن طفولة كل شخص. احبلش معك بيير شامسيون. طفولتي؟ خبرنا عن طفولتك. انا ما كان عندي طفولة، خلقت هيك. نفس الحجم يعني؟ دليفري دليفري. طفولتي ولا طفولتي كانت اذا بدك انا ربيت بعائلة نحنا ستة، ثلاث بنات ثلاث شباب والماما، وغنجوني كتير 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 أكتر من اللزوم. لقلك ليش؟ لأن كان عمري ثلاث سنين توفى بي. ما يحسسوني نقص البي. ومثلا عيد الميلاد أصحابي مثلا يجيهم كادو، أنا عشرة إخوالي وعمك يا قال عائلة كلها عائلة كلها يغنجوني يعني. بالزمانات تذكر كان واحد يعطوه هيك أرجان دو بوش خارجية خمسة قروش، أنا يعطوني ليرة. أيه. تعرف شو ليرة بالزمانات يعني؟ تعمل إجرام يعني. ما بتتذكر يعني بيك؟ بي بتذكره مثل هيك حلم، عرفت كيف؟ بس هلا أوقات الله يرحمها أمي كانت تستغرب إنه كيف بعدني عم بتذكر. بتذكر كنت بتذكر مثلا كيف كنا نقعد على الطاولة نتعشى. وبتذكر بعيد من هون سيارة دفن الموتى. تستغرب كانت مع انه عمري ثلاث سنين بس. وبتذكر انه رحت اتخبيت ورا باب اوضه النوم وبلشت ابكي انه بيي مات. اساسا انا خلقه ذكي، خلقه يعني مش انه. قد ايه صعبه كانت على امك انه تربي ست اولاد لحالها؟ ست اولاد ست اولاد. ايه بس انا يعني الفرق بالعمر بيني وبين اختي الكبيره مثلا 20 سنه. يعني انا يعني من بعد مني اختي الثانيه اللي بعد مني دغري اكبر مني بتسع سنين. يعني انا كنت ببال عائله اذا بدك. فمشان هيك يغنجوني كانوا خياتي واخواتي اخوالي وعمتي وخالتي مشان هيك طلعت منزوع. مشان هيك طلعت مخدوم. هيدا هلا اذا حدا قال لي بعد بتغنجي ابنك حلون انه بيقولوا لك ما تغنج بتنزعوا حلون بيطلع مثل بيير شامسيون. منيح غنجيه غنجيه. ايه حغنجو خلص. توني انت شو بتتذكر من طفولتك؟ بتذكر من طفولتي؟ اول شيء طفولتي انا وحيد يعني في غنج كمان. ما في يعني. مثله. بس مش قده. مش قده. انت يعني. صبي وحيد؟ لا صبي وحيد على ثلاث بنات. ما في ايه. ما في لزوم يتذكر طفولته لان بعده طفل. حبيبي خلي لي البراءه بعدك يا عيوني. كنت وحيد على بعض يعني وحيد على ثلاث بنات. وانا الثاني بالعائله. كمان الغنج موجود لانه صبي وحيد وكذا وهيك.
البابا والماما، البابا توفى سنة توفى البابا، الله يرحمه تسلمه إن شاء الله. الماما كتر خير الله، الله يطول بعمرها بعدها يخليها بصحتها. شو بتتذكر من بيك؟ بتذكر من بي البي الصارم، يعني البي اللبناني التيبيك لبناني، كان قاسي يعني قاسي يلي بيشتغل بيرجع على البيت بدنا نحكي نبقى مترددين تنحكي احنا وصغار وهيك، بس اكيد بحبنا كثير يعني مثل كل البيات اللبنانية، يعني اكيد ما بيقضوا وقت مع اولادهم لانه بدهم يأمنوا العيش. صرت اصحاب مع بي بفتكر بس صرت بالجامعة يعني حتى على اخر الجامعة كمان 22-23 صرنا اصحاب نحكي نتحدث هيك. واكثر شيء بتذكر قعدات الفوتبول انا والبابا، كان يحب الفوتبول وانا احب الفوتبول واحلى وقت بس نحضر جيمات سوا هيك. وانت بتعتبر انه عندك نفس العلاقة مع بنتك، يعني انت كمان مع بنتك هيك صارم او لا؟ هلا ايام هالايام ايام الفلتان والهرقه الصداقه ايه الصداقه بين البي واولاده صارت كثيره، بس للاسف شوي عم نزيد الصداقه، مش صداقه عم نزيد الغنج والدلع والهرقه يعني عم نعطيهم كل شيء صح، وهذا الشيء كثير غلط لانه نحن تعبنا بحياتنا، نحن اضطرينا نشتغل اوقات على بكير حتى من ايام الجامعه مزبوط. نحن عرفنا قيمه كل شغله. هلا حاخذكم على مكان حلو بفتكر انتم حتقدروا، كنا نعمل هون هيك مثل لقاءات ثقافية، هو مثل مسرح شوي يوناني هيك 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 تم تصميمه. تفضل تفضلوا. حلو هون، شو هون؟ هون تعرف كانوا يعملوا هيك نشاطات ثقافية، طلع اذا بتطلع لفوق كانوا يقعدوا كيف المسرح ال درب شو اسمه؟ جرادان يعني جرادان جرادان كيف بروما او باليونان هيدي كانت فكره شوي، بس اكيد المساحه كثير ضيقه هون، بس بين مزح وجد كان يساع 100 شخص يعني يساع 100 شخص اكيد كانوا يزيدوا. تفضلوا تفضل استاذ. قطع قدام ولا ورا انت؟ انا قدام خي اغلى اغلى دافع. يا رب توني شو بيعني لك المسرح؟ المسرح هو البدايه الانطلاقه تبعي، كنت بعدني بالجامعه وحط اعلان عنا بالجامعه، كان عمري 19 وقتها مع سامي خياط. سامي صح، سامي خياط بده عناصر جديده هيك شابه، كل اصحابي دغري هن قالوا لي لفتوا لي نظري. يعني شو كنت عم تدرس بالجامعه؟ كنت عم بدرس بيبليسيتي وكنت تاني سنه، صرت تاني سنه، فقالوا لي يلا جرب وهيك، تحمست طلعت تعرفت عليه ودغري حبني يعني. كانت أول تجربة معه؟ كانت أول تجربة. ومن وقتها اختبرت هيك الوقفة على المسرح قدام العالم، والوقفة على مسرح بروفيشنال يعني. شو بتتذكر هيك من هالتجربة؟ يعني هيك شيء هيك مضحك أو مبكي؟ بتذكر أول مرة راح صوتي وقت طلعت على المسرح؟ بعتمد على صوتي يعني بعني لهلا يعني أكيد. بغني وبقلب وهيك، فكنت استعمل صوتي غلط يعني كثير اعطي افور دائما يقول لي سامي ونايلا مدامته يعني انه توني خفف خفف مش ما بدها هالقد، لحد ما يمكن رابع برفورمنس او خامس برفورمنس راح صوتي. طلعت على المسرح ما في صوت؟ ايه ما في صوت، ما بعرف شو يعني طلعوا فيي هني. لانك ما بتدخن، لو عم بتدخن ما بغير الصوت. عرفتها بعدين اللي بعد 25 سنه بيير هيدي من احدى القصص. شو عملت؟ كمان وقع شيء على اجري كمان. قدرت تطلع بس بلا صوت؟ عملنا حلالتين ما بعرف كيف، معجزه يمكن صاروا يحكوا عني هم يعبوا منيح في قصص الاغاني مسجله فتطلع الغنيه مسجله. بيير هيك شو بتتذكر خاصه من تياتر دو ديزور هيك؟ خبرنا هيك شيء حادثه اول مره بتخبرها. مش أول مرة بخبرها حادثة، لأن صارت ما حدا بيصدقها إنه صارت، وما بظن إنه بتاريخ المسرح العالمي صارت. مرة كنا بزحلة عم نقدم المسرحية، أنا كان في شاب هيك حكيم بضل يرافقنا بالجولات اللي بنعملها،
بالنهارات حسيت حالي هيك اللي يعني تغدينا فوق بزحلة، حسيت حالي هيك كأني دايخ هيك شيء. قام عطاني حب الدواء، قال لي قبل ما تطلع على المسرح خذ هالدواء. أخذت هالدواء. هلا عنا آخر مشهد كان بالمسرحية، أخذ أنا دور هارون الرشيد مشلقح على الكنباية هيك. مشلقح بوقتها يعني. شوي ما حسيت إنه أندري جدع زميلي وعاني على المسرح. خيط؟ وعيت أنا قلت له شو في؟ قال لي عم تشنخر. على المسرح الناس. وعيت قدام الناس على المسرح وما معي خبر. حدا واحد يرفع المسرح. بس الناس بس الناس ما عرفوا إنه فكروا إنه بالدور. فكروا إنه بالدور هيك. شو هالممثل بس عن جد عن جد بالمية مية غفيت. قصة الحبة أو الأكسوري كمان في مرة أنا الماما سافرت. واضطرت اختي تطبخ لنا بالبيت. كان عندي مسرح عم طبخت فاصوليا، هي بحص هي فاصوليا هي مش معروف شو طبخت. هلا عم تسمعك اختك مش تنبسط. رحت عم مثل بلشت اعرق ونفسي تقلب عم موت على المسرح ما بعرف شو صار لي. صرت عم سمع هيك كل ما سمع وفوت على الكوليس دخيلكم يحطوا لي مي على وجهي هوو لي. ما بعرف كيف خلصت على المسرحية. هيدا اختك بدها تخلص منها كانت. مدري شو معذبة. بحبها. بتعرف لأنا كمان ذكرت سامي خياط، بتعرف إنه مؤسسة جبران تويني أول ما أطلقناها كرمنا سامي خياط وكمان وقتها كان الله يرحمه ريمون جبارة والله يرحمه وديع الصافي، كنا عم نكرم كبار من لبنان. حنكمل هالجولة، حاخدك توني على مكان بتعرفه هلا. تنشوف إذا حتتذكره. اوكي يلا انا بنطركم هون. اوكي هلا وقت نخلص بندق لك. اوكي تفضلوا لهون هلا لجوا. ايه حنروح على مكتب غسان تويني وين كان يكتب، نريحكم شوي. تفضلوا. تفضل توني هون اذا بتحب. استاذ بيير تفضل. ميرسي يا رب. مريحة قعدتك بيير. انا ايه انت شو؟ نعم على العالي انا. خليك على العالي. ميرسي مقصودة. كنت بدي اخذكم على المسرح لتحت اللي هو صار بعدين مكتبة، بس شوي رجعت قلت باخذكم لهون فرجيكم مكتب غسان تويني وهيك نتذكر شوي. انا وطوني بدنا نستأذن منك بيير لانه انت وقتها ما عزمناك. اوكي فيها ايد واجر القصة. وقتها توني تحت اللي صارت المكتب اليوم بتذكر في يوم قلت له بيير لجبران وغسان توني قلت لهم حلمي اعمل مسرحية، قالوا لي اعملي مسرحية، قلت لهم وين؟ قاموا عن جد عمروا مسرح تحت بالمكتبة. وقتها عزمنا توني وكارلا، وقتها بتذكر انا قلدت كارلا صح. وتوني كتير ضحك. كثير صوتها هي زي شاطرة بالتقليد. تتذكر وقت جيت لهون يعني ترجعت على البيت تذكرت؟ اكيد يعني من اول مره جيت على هالبيت بينبهر الواحد يعني بس يشوف كل قرني فيه تاريخ يعني فيها هالقصص الحلوه وخاصه بالطبيعه يعني بهالشجرات وهال جنينات والأدغال اللي برا والعقارب والمقرعين والزرق ما ينساهم الواحد. حلوين هلا نحن ما بننزل بالتصوير بس هي فعلا غابة يعني انت شفتها يعني. بيير انت جاي لهون قبل بالزمانات ايه بس مش هون عبيت غسان فوق عبيت الله يرحمه جبران. ايه وقتها هو عزمنا على الغداء بس غدا كان يعني بلشنا الساعة واحدة خلصنا. عم بلطشني هلا انه هو عزمنا على الغدا وانا بعد ما شايف شيء. لا انا عم خبرك شو صار. ما عم بلطش. لكن دايما عزيمة. من الوحدة لشي دايما عزيمة. اول مرة جيت انا مشي ماي انا صار. وكانت حفلة عامرة ضحكنا ومزحنا رشينا بعدنا ماي بالنربيش. وبالراجعة انا هيدي الدويرة اللي فوق. الساحة إيه ما كانت عالية كانت واطية ما شفتها عربشت بالسيارة عليها وكسرت الكارتير حلو كتير تركنا السيارة عن جد كنت واعي.
كنت واعي طلع بخساره يعني. بس تاكل عم بشرب لبن كنت يا زلمه لبن السبيع كنت عم بشرب مش لبن عادي. انا وقتها عزمتينا ميشيل هي من شي 20 سنه من شي 20 سنه تقريبا كانت صغيره ومع جروب رفقات بنات كلهم مهضومين عمرك سنتين تشكرك بالمعنويه. توني اليوم وقت تشوف وضع المسرح انا ضحك بس لانه انا اليوم عن جد مزح كنت دائما هيك حب المسرح يعني لهيك اتعمل مسرحيات وكنت اقرا مسرحيات يعني بس اليوم بلبنان انه صار كلنا بنحكي بالموضوع دائما بس اليوم عم تعانوا زياده يعني هو كنا بالحديث انا وبيير هلا نحن وجايين اكثر شيء ضربنا ضرب المصلحه تبعنا الكورونا اكثر من الوضع الاقتصادي لانه من اول ما بلشت يعني اول ناس بتوقف صح. شغلهم هم نحن ما في تبع واخر ناس بيرجعوا بيقلعوا هن نحن صح. يعني المسرح كماليات بدك تعتبرها يعني قد ايه بده يكون بقى واحد باله مرتاح طيقرر يروح يحضر مسرحيه بس منيح انه توني عم بخبرني على الطريق انه عمل ستاند اب كوميدي وكان عم يجي ناس برافو والله الحمد لله ان شاء الله رجع قلع ان شاء الله كلهم يعملوا لانه الناس اشتقت كمان بيير تحضر مسرح للثقافه يعني اليوم بهالجو بلبنان انه اليوم اشتقت الناس تشوف شيء حلو. بيير اليوم انت غايب عن السوشيال ميديا بتحس انه بزمن السوشيال ميديا يعني وقت انتم بلشتوا ما كان في سوشيال ميديا صح. بتحس انه اليوم صار يعني اشخاص ايام بيعملوا قصص هيك يعني ما بدها هالمجهود وبليل وضحاها بيصيروا معروفين والجيل القديم اللي كان يعاني بالمسرح ويتعب ويعمل مزبوط معك بتحس بلكن مش اخد حقه قد هالاشخاص 100% هلا مثلا انا والتكنولوجيا ماني كتير هيك عرفت كيف عم شوف على التيك توك ما تيك توك ما بعرف شو واحد بيطلع بيعمل سكتش صغير ابو دقيقه وبيضرب وبصير 250 ألف مشاهد وما بعرف شو صارت يعني السوشيال ميديا الطريقة الأسرع للانتشار صح وعيّمنا ما كان في كان في تلفزيون جرايد وراديو هلأ أنا مثلا أنا من الجيل القديم إذا بدك ما بسمع راديو حتى بالسيارة ما بدور راديو بفضل غني أنا يعني روعة شو بتغني؟ كل شيء شو بدك شو هيك شو احلى اعطينا شو تقولي له يغني لشو لا بتقول لك انه مع هيك مع هيك صوت منك عايز راديو اصلا سوشيال ميديا فاتحين الكيلومتراج على الاخر وماشيين بس اليوم ما بتعتبر انه الاعلام التقليدي والطريقه التقليديه على القليله كانت تعمل مثل يعني بنقول بالدارج انه كانت تصفي المواهب يعني على القليل اللي عنده موهبة جدية كانوا يعطوه صح. حق الهوى يعني اليوم بالسوشيال ميديا بتشوف أشخاص صح. يعني في جملة يعني الفرنساوي سان فزان نابورت كوا كون دوفيان نابورت كي انه بتعمل حياة لشي بتصير حياة لحدا وحدا معروف يعني ما كان يوصل بالعربي بترجموها شي تك تك شي تيع هيك شي ما كان يوصل غير الناس اللي بتستاهل الناس اللي عندها موهبة يعني يا خريجين برامج هوات مثل استوديو الفن هيك يا ناس يعني بلشوا مع ناس مهمين عندهم تاريخ قبلهم لحتى يتطوروا وتبين موهبتهم معهم هلا صار مين ما كان لك توني مش بس بالمسرح حتى بالغنى عم نشوف وين الأغاني القديمة وين هلا هلا ترشرش مرشرش لك المستوى وين كان وين صار مثلا من يجارة الوادي تيرشرش تيرشرش السوشيال ميديا لها علاقه كمان إيه ما لان هدول اللي بيضربوا على السوشيال ميديا لانه في عندك الماس الكبيره اللي ما كتير يعني ما راح نهين العالم هلا بس انه الماس اجمالا مش الناس المثقفين كتير يلي بدهم الشيء الهين شيء بيرقص شيء مع ارجيله شيء هيك هيدا نوع الموسيقى اللي بتلاقيهم صارت مزبوط توني انت كمان بلشت يعني باول ببدايتك كنت بلشت بتقديم البرامج وهيك كمان عندك خبره بهالموضوع ليه ما كملت يعني بتقديم البرامج شوفي ما كملت لانه البرنامج يلي قدمته كان يعني اكسبشنال صح كان عقياسي او انا عقياسه ما بعرف لانه في اغاني في حركه في
في مجال اني اطلع من حالي من المقدم التقليدي انه اللي عم بيسأل سؤال او عم بيقدم فقرة عادية. ما قدرت لاقي نوع برامج او من بعد يا ليل يا عين بيشبهني. يعني جربت بس كانوا عادي، يعني فيني اقول ما بين طوني اللي بنعرفه انه طوني اللي عنده المواهب ما قدر يبينهم بهالبرامج. فمنشان هيك لاني انا كوميديان بطبعي ضليت اكتر بالكوميدي، حبيت ضل اكتر بالتمثيل بالمسرح. بيير الخبرة يعني اليوم بخبرتك كمان شاركت اليوم فينا نقول بافلام سينمائية هيك كمان اخذت رهجة، اليوم بتفضل المسرح او الشاشة؟ انا عطول عطول بفضل المسرح على التلفزيون وعلى السينما. لان بالمسرح بس تطلعي وتكبي النكتة او تعملي القفشة عطول في ردة فعل من الجمهور. الكاميرا جامدة، يعني ما فيك تحذري اذا النكتة اللي كبيتيها رح تعطي نتيجة ايه او لا. غير ما يبسوها على الشاشة، ومثلا بست على الشاشة اذا في غلط ما بقى فيك تصلحي. انما بالمسرح اذا نهار عملتي غلطة تاني يوم بتصلحي الغلطة. عشان هيك انا بفضل الكونتاكت الديركت مع الجمهور من انه هيك مثل قدام الكاميرا. انت عم بتصور قدام الكاميرا قدي صعب تضحك الناس خاصة بهالأيام، كتير 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 صعبة، كتير صعبة. هلا تبكي الناس هينة إذا صح. بخبرك قصة حياتي، قبل شوي خبرتك شوي من قصة حياتي. ما بكيتي؟ لا انبسطت. لا، اضحاك الناس خاصة مولير بالزمانات كان يقول صح، اضحاك الناس الشرفاء مهنة كتير جدية. مزبوط، بدها جدية مش انه لا وهينة تبكى. لا عم نمزح بس كتير هينة تبكي الناس، بس كتير صعب تضحكهم. انه مش انه طلعنا حكينا نكت زنار ونازل. انا بالنسبة لي هولي لا مسرح وحتى مش كراكوس، سعدانات هولي، انا بعتبرهم سعدانات. شو بتتذكر اليوم هيك شي يوم كنت على المسرح وهيك حسيت انه ما قدرت تضحك الناس؟ صار معك هالموقف يعني هيك عم تعمل عم تنكت، او انت كمان هلا برجع لك توني انه عم بتنكت والناس ما عم تتفاعل او ما صايره معك؟ ما بظن صايره معي. صارت معي مره كنت عم بعمل لهم ستاند اب كوميدي بالاردن. بعرف كيف بدي بلش لقلقه الناس. بلشت لهم بالنكات، في جمود، في سكوت بالصاله. اول دقيقتين بلشت اعرق. صعب كثير يعني تشوفي الناس عم تتفرج عليك. اخر شيء قلت لهم بليز بتعرفوا تضحكوا او بتعرفوا تزقفوا؟ كنت وحدك؟ كنت لوحدي. كمان في رياكسيون. انا قلت يا زلمه انزال شوي صوب الزنار. صوب مش تحت الزنار، عالزنار على الحفه. وهي كانت يا ثلاث مرات عملوا بعد ما خلصت عملوا لي بيست ارجع اطلع على المسرح. قلت لهم قولوا لي انتم من الاول قليل التربيه انتم بدكم هيك. بس انا مرقت بظروف كتير صعبه انا على المسرح. مثلا لما عملنا مسرحيه الشر الاوسط مع جو قديح، قبل ما نبلش بالليلتين اتوفى خيي. طلعت على المسرح عملنا افتتاحيه، بعد 10 ايام توفت اختي. بعد رجعت طلعت على المسرح عملت دوله هول مثل ما بيقولوا الامريكان ذا شو ماسكو. انا كثير 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 صعبه انه تطلع على المسرح تضحك، على المسرح تضحك الناس وانت من جوا عم تبكي. بس ثاقبت ظروف وما في عطل له شغله للزلمه، وما في جايين 200 300 شخص محضرين حالهم انه بدهم يضحكوا جايين كرمالي. ما في لهم اليوم سوري انا حادد اليوم روحوا تعالوا غير يوم. بس قدي صعب الموقف انه توقف على المسرح انا بيسألوني هالسؤال. انا بقول لهم انا على المسرح، على المسرح بيير شمصيان الممثل، ورا المسرح بيير شمصيان الانسان. لان عادة الناس بيفكروا انه هذا بيضحكنا 24 على 24. تصوري مرة كنت بالمستشفى ناطر الحكيم، يعني فاتوا اثنين فاتوا اثنين نسوان يي مسيو بيير انت بتمرض كمان؟ قلت له مدام اعتبريني سياره جاي يغير الزيت مثلا. وفوت على التواليت كمان. لا وبعدين بيتوقعوا دائما انه دائما لازم تكون مهضوم. يعني مثلا تكون انت معصب صاير معك شيء بالحياه انه بالمستشفى انه ما عبالك هلا في واحد على البحر معلق علي. انا هلا
عايش على البحر، كل ما يشوفني شباك مكشر يا عمي، مش مكشر بس قصة حياتي. ايه قصة انه مكشر، انه ذاك الوقت لازم تكون عم تضحك وتضحك. ما بعرف انه ماشي لوحده يشوف الضحك يعني شو. وين عايش هلا على البحر؟ حلات سرمان. حلات سرمان. تفضلي. قضي نهار بحر. يلا عم نروح انا وطوني. انا شاطر بالمشاوي. بالمشاوي؟ مش بس بكره؟ بكل شيء. ساعات ما بدك. اوكي. وشو هيك كنت شت الصيف قاعد هونيك هلا على البحر؟ هلا عادة كنا نحن نروح ويكندات من بيتي بالنقاش انا. من بعد ما قصة صارت هالتقنين الموترات وما بعرف شو تمركزنا هونيك نهائيا. هونيك في على القليلة؟ هونيك في على القليلة كهرباء 20 ساعة. منيح الحمد لله. 20 ساعة. كماليات الكهرباء. كتر خيرك الله 20 ساعة. واحد بينقل على آخر الدنيا مثلا بس لأن في كهرباء. و20 ساعة ومبسوط. يا أختي أنا بيتي بالخامس مثلا لأطلع خمس طوابق درج بدي خمس أيام. يعني لازم. عم بضحك بس شو بدك يعني. على كل طابقين لازم يعملوا لي كافيه تروتوار تقعد ارتاح. ما بيصير 13-14 ساعة بلا كهرباء والخامس يعني صار تبع الموتور هو بيقرر اي ساعة بدك تظهري، هو بيقرر اي ساعة بتفوتي، هو بيقرر اذا في استقبل ناس هو حلو عني ما اقول حلو عن غير شيء بس انه على البحر رايق مرتاح وساعد ما بتكون اهلا وسهلا فيكم مشاوي خلص المشاوي السمك ما لفتني من الحديث غير المشاوي. ايه لحظة انبسط توني توني شي مرة شكيت عن جد لحظة هلا قدام الكاميرا قرر ساعة ما بدك بدق لي بتقول لي طالع على بالي مشاوي بس انت كمان حسيت انه عم تعزمه وحده مثل انت كمان طولي بالي طولي بالي هي كمان يلا بس عندي سؤال عشاء او غدا؟ ايه عشاء او غدا؟ لا على البحر غدا غدا ايه هيك بتقضوا نهار البحر. طيب هلا تنرجع على موضوع الموهبة توني شي مرة شكيت بموهبتك؟ بصراحة يعني مش شكيت بموهبتي، ما بحياتي شكيت بموهبتي، ما بحياتي شكيت بأنا شو وأنا شو فيني أعطي بس العالم والوضع أوقات بيخلي الواحد يتأسف يعني إنه في فترة مرقت مثلا الأعمال التلفزيونية خفت التلفزيونات بحد ذاتهم المنتجين او هيك مع احترامي للكل بس هني اوقات بيخلوا الواحد يشك بحاله يعني بتصير تقول طب ليه برا ما بيصير هيك مثلا ليه حتى البلدان العربية شو بدنا باوروبا وامريكا هوليوود وهيك حتى بالبلدان العربية الانسان الممثل المعروف معروف قدراته وشو بيقدر يعطي الكل بيعرفه بيعرفوا فيه وبيطلبوه وبيضلوا يحكوه واتصال معه بضل بأعمال وبيكافئوه وأهم شيء بيكافئوه نحن هون إذا ما هو ضل راكد وراهم ضل هو يتلفن لهم ضل هو يحكيهم ضل إنه أنا بعدني موجود أنا كذا أنا هيك آخر همهم ما يطلع فكرت تفل وأنا ما بعمل هالشغلة باي ذا واي مش هيك أنا أعمالي قليلة وبنقي شو بعمل ومرتاح بالأشياء اللي بعملها شي مرة فكرت تفل دايما فكر فل وشو اللي مخليك هون؟ اللي مخليني هون خلص صرنا بعمر صعب نروح لا بس حتى بالعمر اللي كان فيك تفل ليه بقيت لانه قلت لك صبي وحيد واهلي الاهل نحن هون المجتمع باترياركال هالكلمه اصارت لغط بالهيدا بس هي العلاقه بالبطرك يعني افتكروا انه بيحكوا على البطرك مجتمع ابوي يعني نحن هيك اهلنا يعني كتير مأثرين بهنا غلط أكيد أكيد والغلط الكبير من التلفزيونات الواحد يحس أنه يشك بموهبته لأن يعني كلهم أخذين كسرة أنه بدون يشغلوا كيف بلاش ما كله بيلحق بعض طيب يعني أنا ما حكيت بهالموضوع بس تلفزيونات مشهورين أنه معهم كتير 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 مصاري بيعدد عليك شغلة ببلاش طيب ليه ببلاش يا عمي ليه ببلاش انا اللي بتحكي معي او الموظف قال له طيب يا عم انت عم تشتغل ببلاش طيب ليه بدك اياني شارك بالبرنامج حضر لك اغاني بالموسيقى شيء بلا موسيقى شيء وببلاش ليه ببلاش على اسمي بدك تجيب دعايات انت ليه انا بدك تشغلني ببلاش وانزق فنجان قهوه ما بدي بلاش يعني بيدعونا على تلفزيونات برا بالاردن بالسعوديه بالعراق بالسعوديه بسوريا وين ما كان كله مدفوع أكيد. ضيف مدفوع قالوا هذا نجم جايبينه بيعطين وراه بده يؤدي دور هو بيجيب حتى لو ضيف
وهو بيجيب اودينس اليوم والاودينس بيجيب لهم اعلانات انا يعني. بتذكر الله يرحمه ستراك تبع الدلبكي صاحبي كتير كان مره كانوا بالبحرين رايحين يعملوا زفه عروس هو سمعوا هناك التلفزيون البحرين انه ستراك الدلبكي اللي كان يشارك مع سميره توفيق وما بعرف شو دقوا له قالوا له في مجال تعملنا مقابله على التلفزيون ربع ساعه لان نحن بنحبك كذا وراح عمل المقابلة قال طولوا شي نص ساعة قالوا له ميرسي فرجع لبنان تاني يوم دقوا له من البحرين قالوا له سوري نسينا ناخد منك رقم حسابك ايه حولوا له 7000 دولار للنص ساعة هول التلفزيونات بيحترموا حالهم بيحترموا الفنان أول شي صح نحن مش مجبورين لا لمين ما كان يكون لمين ما كان يكون نشتغل ببلاش ليه ببلاش ليه بيير كيف تعرفت على توني أبو جودة؟ تعرفت عليه من المسرح بس أول مرة شفت بعض تتذكروا إمتى؟ ما أنا ما أنا بتذكر. كنت أحضره يعني أنا هيوج فان من زمان يعني هو من الأساتذة الكبار يعني صح. اللي نحن تأثرنا فيهم لا مش بوجهك عامل لك إياها بس عن جد يعني كنا نجيب كاسيتات الديزور نحضرهم بالبيت أنا وإخواتي رفقاتنا نحفظ كل شيء عم يعملون هيك هيك ناس بيأثروا فينا بيير ليه وقف؟ أنا يمكن شفته من التلفزيون كنتوا تعملوا هيدا البروجرام أسأل شيء صح ايه بلشت أسأل شيء ايه هونيك وبعدين يمكن بالمسارح صرنا نلتقى بالسهرات هيك بس صرت أنا معروف بس أنا يعني. هيك جماعة ما بعيشرون يعني عرفت كيف معك حق دايما بيتعالى على القزام اللي مثلنا يعني عرفت ليه وقف مسرح الديزار؟ وقف لأنه من الوضع البلد هيك بس من زمان يعني وقف ايه وقف من زمان لأنه ما كنا عم نقدر نأمن أمن مصاري لإنتاج مسرحية وكان علينا أخذين شاريين صالة بالكسليك كان علينا دفعات وديون هلا بالآخر مؤخرا من سنة أخذوا البنك محل بيسوى 5 مليون دولار أخذوا البنك طلع لنا أنا 5000 دولار وأندري جدا 5000 دولار كيف بلشت فكرة مسرح الديزار؟ الفكرة من سنة الـ 86 أنا قبل 86 كنت أشتغل كمان مثل ما بلش هو مع سامي خياط أنا كنت مع سامي خياط بقى تركت سامي أنا و كنا زي منظم سامي على القعدة أنا بحبه لسامي أستاذ أنا كمان أنا كمان سامي أستاذ الأساتذة أكيد بقى أجوا لعندي زيارة ميشيل شيخاني وقتها وأندري إنه أندري كان يشتغل مع وسيم طبارة مش إنه يمثل كان ياخد أدوار صغيرة قال وكمان تحينا ميشيل شيخاني دايما بتوصل بدنا نجرب نعمل شيء تياد دو ديزيل الجداد الشباب ولا. يعني كنت أنت وميشيل شيخاني وأندري جدا وجان بيير شيخاني وجان بيير شيخاني وبلشنا هيك 86 و 86 وهي كانت وهذا كنت اول يعني ومن الاول حسيته انه في تفاعل من الجمهور مظبوط يعني توني يمكن بتذكر بس كنا نحط اعلان بالجريده نشتغل كل يوم 7 ايام على 7 ايام 7 ايام على 7 ايام باي جريده كنتوا تحطوا الاعلان بالنهار اوكي لهيك وخاصه بايام الحرب عزدين الحرب نحن كنا نشتغل تنين ثلاثه اربعه بعيون السيمان خميس جمعة سبت أحد بالبورتيميليو تحت أوكي. 7 أيام على 7 أيام كل يوم يجينا بين 500 و600 شخص كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بتعرف وقتك كنت عم بعمل مسرح هون رحت التقيت بوسيم طبارة وبمحمد شبارو صح وقت رحت التقيت فيهم كنت هيك تعلم منهم شوي فرجوني وقتها صور عن المسرح كيف كان لأنه كنت كتير حب المسرح تفضلوا بس انا وين بتحب هلا انت اليوم انت بدك المطبخ وين يلا نروح على المطبخ بتكون اول مره حدا ضيف ناخذه على المطبخ انت بتطبخ خي انا بتطبخ يلا ما ليه عايز امكن على الغدا يلا تفضل يا رب خلاص منفل لا لو بدك تفل تفضل ها
هون في الأيقونات. بيير شو بيعنوا لك هالأيقونات؟ والله أنا يعني كل شيء فن بحب. الأيقونات مني كتير بفهم فيهم بس هيك بحس انه في كيف بيقولوا مثل أداسة بالايقونات خاصة اذا الايقونة قديمة هيك يعني فيك تخليني هون ساعات اتأمل قدام كل ايقونة وما بشبع توني انت مؤمن؟ كلنا بنمرق بفترات نشك بإيماننا أو بيتحور شوي إيماننا بس بضل البعض اللي ربينا عليها الإيمان بضل موجود وكان بدي أقلك إنه الله يرحمه اللي جمعهم لهالأيقونات لأنه أجمل هواية هيدي نجمع أيقونات مش أنت الكل. بتجمع شيء هيك؟ أنا مش أيقونات يعني بس بحب يكون في عندي نوع من الرسم لأن هيدا رسم انت بترسم اصلا ايه لاني برسم بعرف قديه صعب رسم الايقونه حلوه كثير بالرسم في دراسه لترسم ايقونه ممكن في الايكونوكلاست اكيد انا كنت جمع بس مش رح اقول لك شو سلاح بعدهم ليكي وين نحن وليكي هو شو أيه الايقونه كنت جمع سلاح وبعضهم بعدهم موجودين كم قطعه سلاح عندك اذا عزنا شيء يعني انت نعرف اذا عزت شيء انا بالخارج بعرف في حرب اهليه جاي حرب اهليه شيء انا نطلع بدي اقول لك اي انواع سلاح بالجمع كله حربي وكله جديد ومش مستعمل بتعرف تستعمله طبعا ياما مقوس على ناس تاريخ هيدا بالزمانات انتر بارانتيز يعني كنا مصيفين وين ابني كان صغير اجى هناك نهار عم بيبكي كنا بعز دين الحرب اللبنانيه يعني قلت له شو صار قال لي عم سوق بالسيكليت تحت هيدا الزلمه عيط علي ودفشني نزلت لعنده وما كنت مشهور هالقد يعني قلت له ليك انا بيو للصبي بيتي هون قبل الحرب برقبتي قتيلين تالت ما عندي مشكل اذا الصبي هو بالبيت بكي جاي عليك وهي كانت ما عاد شفت صرنا اعز اصحاب عنده جانب دموي شرير ليكي ما بيبين هلا فهمت الخوف الخوف منه انت ليه هلا خايفه منه ايه شو بقى خبى وراي قلت له في شيء هيك عنده جانب ما اكتشفناه اليوم ببيت الشاعر كل حركات بيير بجمع سلاح انت شو بتجمع انا بجمع فيجورينز اكشن فيجورز سوبرمان من هون بلكي مسرحيتك هلا ستاند اب كمان في سوبرمان على في شو رسمها كمان رسمت حالي انا وعم بيحملوني سوبرمان وباتمان من ميل ومش قادرين يشيلوني عم جربوا يشيلوا من هالوضع شديد اللبناني حتى السوبر هيروز مش قادرين يشيلوني شو نوع الفيجرين اللي بتجمعها يعني السوبر هيروز منهم صغار منهم كبار في منهم سبيشال اديشن يعني ليميتد اديشن انا بحس عندك تبع البوند السينات انت هول لا بتعرفي لا لا مع انه بتشبهك هيك ايه عندي جراندايزر عندي بيير شاماسيان ايه بيير شاماسيان عندي عرفتي كيف من لورد اوف ذا رينجز زغطور هلا احنا ننتقل على شيء ثاني يا حبلش ببيير شو هيدا ماذا هذا انتو هون؟ شو عم تعمل؟ يك بعرفه تعال كمان اليوم حعملها بعدها نقول لكل شخص يطلع بالمغاية ويقول شو بيشوف انتو سوا حعمله وقتها تطلعوا بالمغاية مع بعض انا شايف عيميني اهضم شخص خلقه الله يعني مش انا عشمالك لا انت مش مبينة بالمغاية ايه اهضم انسان توني وشو كمان شو بتشوف بتوني ابو جودة؟ توني أبو جودة فنان كبير رح أحكي صراحة أنا رأيي بتوني هلأ ما بعرف إذا بيعطيني حق أو لا أنا بعتبر توني مثل سيارة لامبورغيني كيلومتراجه على 360 بس هو عم بيسكر على 200 بعد عنده 160 كيلومتر لازم يفتحهم بس تسمعهم طيب
تيعصر حامد على كل اللي مفكر حاله مهضوم. حلو حلو كتير. هذا رأيي أنا من زمان بقولها قدام الكل بقولها، حتى أوقات بلتقى بناس بيعرفوا عائلته بيعرفوا خياته بقول لهم توني هيك 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 وبس وفيلم منهم خلص روح. توني وقت هتطلع عن مرية هيك وقف أنت وبيير شامسيان شو بتقول؟ بقول نفس اللي قالوا أول شيء، أهضم زلمة وقف عشمالي، أكتر زلمة ضحكني وخليني حب كون كوميديان بلبنان، من أكتر الناس اللي تأثرت فيهم. ومش بس هيك، في نواحي بشخصيته قريبة من شخصيتي. يعني اتنيناتنا بريئين. هو بيقول عن حاله طفل، بس في براءة عنا. ايه انه ما عنا الناحية الويكد الديفيس والبزنس مايند يلي ما بيفكروا غير مصلحة، ما بيفكروا غير بحالهم، ما عنده اياها. يعني مش هيك تعذب وتعذبت عنا حياتنا وبعدنا عم نتعذب وبعدنا عم نتعذب. هلا انا لامبورجيني، انت كمان انا انت هامر 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 هامر. رح ننتقل هلا نضيفكم. بتعرف شو يعني هامر بالارمني؟ شو يعني؟ اخرس. مش قصدي ارمني. اليوم وقت هيك يقطعوا هالايام بيير، نحكي هلا بشيء وبتشوف هيك هالحياه عم تقطع، هالعمر عم بيقطعوا توني وكلنا، يعني هيك شو بتقول؟ يعني تطلع على المرايه وتقول انه ليكي انا بالنسبه عشت حياه حلوه؟ انا مبسوط بحياتي، كنت مبسوط وبعدني مبسوط. هلا اوقات بلتقى بناس بيقولوا لي بعد لك جلاده مثلا تولع فحم، هيدي هوايتي بحب. انا بعدين بقول لهم انا عندي فلسفتي، بقول طالما القلب ما له تجاعيد العمر ما له قيمه. ان شاء الله يكون عمري 100 سنه. انا بضلني بقلبي بعقليتي بيبي، مثل ما قال نحن بيبي، رح ضلني بيبي. انا مرتي بتقلي بيبي، بنتي بتقلي بيبي، مش رح تكبر انت بتقلي مرتي، بقول له مش رح اكبر، انا مبسوط هيك، رح كفي هيك، رح ضلني هيك الى ابد الابدين. امين. هلا هم الايقونات ظابطه. امين. توني اليوم بتخاف من التقدم بالعمر بصراحه؟ ليك هيدا موضوع شوي خطير لإلنا. ايه لا عن جد، هلا اذا واحد مرتاح مع حاله بده يتقبل هيدا الشيء. بس بمهنة الكوميديان شوي العمر سئيلة، لانه الممثل العادي بيضل يلعب ادوار. صح. الممثل بيلعب ادوار للسبعين سنة لثمانين سنة، في ضلك كوميديان صعب يضل انه يلاقي ادوار تضحك تلبق له. صح. ايه يعني مشان هيك بفضلوا اليانجر جينيريشن. مشان هيك عندي كذا كوميديان برا بهوليوود دبرسوا بعد الخمسينات، دبرسوا في منهم، انتحروا. روبن ويليامز انتحر. جيم كاري 5-6 سنين ديبرشن فايت، بعده لهلا عم يطلع منه، وغيرهم. قاد المالح كمان يعني هلا رجع سافر ليلاقي حاله ليرجع. من هيني حياة الكوميديان مع العمر. رح ضيفكم قهوة وشاي، ما في دجاج. خاي؟ ما في دجاج. لكن أنا لحمة هون. تفضل تدفعي لي حق القهوة، أنا بشتري بوزة زوبة. تفضل. هلا صار فينا ضيفكم شيء. شو بتحب تشرب؟ قهوة أو شاي؟ لا بلش بالقهوة. بلش بالقهوة. ميرسي. مع سكر او بلا سكر؟ بلا سكر بلا سكر. أوكي. حطي اصبعك بلشو اسمه. أوه. خلاص صار سكر زيادة. ميرسي ميرسي. هيدي ماي. هلا طلعت معك. طلعت التجالة. ايه ما حدا يعني. توني شو بتحب؟ قهوة. قهوة كمان؟ قهوة. بتحب سكر يا مرة؟ فينا نشرب ولا؟ بس متي. اعطينا رأيك بالقهوة. عيب على الكاميرا. ايه هيدا الشرق هيك ما. خلينا بالغرب. خلينا. اخ. توني. سوري مش هيك. جربي تكون ريكزين. جان دو لا فونتين بيقول جملة هيك حلوة، بيقول انه لا في، حقولها الفرنساوي ارجع ترجمها سوا. بيقول انه لا في اي ان كوميدي دون لا سين اي لونيفير. يعني الحياة مسرحية. مسرحية كوميدية معمولة من 100 فصل. و
عالم هو المسرح، بتعتبر انه الحياة مسرحية؟ يعني شيكسبير قال لك this whole world is a stage. Elvis قاله this whole world is a stage. Act 1 was when we met. أكيد، لأنه عم نلعب أدوار بالحياة يعني بين بعض، دايما ما منفرج الوجه المزبوط طبعا. الحقيقة تعتبر في خبس بالمجتمع؟ هي في خبس، بس أوقات الواحد بيضطر ما يفرج الوجه الحقيقي تبعه، مش من وراء خبس، مش بسبب الخبس، بسبب هلا في خبس فرنجي وخبس عربي بتفرق. ايه، لأنه مضطرة بشغلك أوقات، مضطرة تما تهيني الشخص يمكن كمجاملة يعني، حتى وقت وقت نجامل بعض هيدا ماسك، هيدا تمثيل طبعا. بس كمان ما في يكون فج الواحد انه كل وقت عم بيكون على حقيقته يقول الحقيقة. الحقيقة بتجرح، هاي الجملة الحقيقة بتجرح، مش انه هيك طلعت، لان عن جد الحقيقة بتجرح. بتأمن بالحظ يعني؟ بتقول مثلا انا انت كان عندك ما بتأمن بالحظ؟ لا 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 لا، ما الحظ مثلا واحد صاب اللوتو شو بتسمي هيدا؟ حظ؟ في ناس بيسموه صدفة، ناس بيسموه حظ. طيب قال له انه المليون شخص اللي ما صابوا ما عندهم حظ، ثابت. اوقات في ناس عم بقرا اوقات انه فرد شخص بيربح اللوتو مرتين ثلاثه ورا بعض. طب هي حظ بيير، ايه هذا حظ. حظ طب انه انا بآمن بالحظ صراحه. بتآمن بالحظ؟ في ناس محظوظه بتلاقي انه حظك حلو؟ لا ابدا، ما لانه حظي مش حلو ولا هيك بتامن بالحظ. انه في ناس مش معقول يعني، بتحسي كل شيء بيفتح وجهه، كل شيء بيفتح وجهه. وفي ناس بيقبروا حالهم. مظبوط. رح انتقل على شيء هيك، على الزواج هيك. خبرنا شوي عن تجربتك مع هالمؤسسه اللي هي مؤسسه الزواج. رح بلش معك بعدين بنتقل لتوني. زواج ذكرتيني بنكتة. الواحد أبعوا له درس العقل، تاني يوم قال لهم بدي يتجوز. واو. فسرها بقى. جاوبت عني. ايه بس انت مش مفروض تجاوب هيك. لا قال لك يلي بيتجوز مجنون، يلي ما بيتجوز كمان مجنون. اي مجنون أكتر؟ يعني المجنون أكتر اللي يتجوز، يلي تحمل المسؤوليات وكذا. بأي عمر تجوزت؟ أنا 27. يعني بين الجيزة ولا يعني عندك 49% لا و 51% إيه. هذا حسب واحد، إذا انغرم تيفوت بالحياة. هي بتسائب كمان الشخص. بس حلوة العائلة، حلوة العائلة، أنا بحب العائلة. خاصة العائلة الكبيرة، أنا ما عندي عائلة كبيرة مع الأسف. كم ولد عندك؟ عندي صبي وبنت. بعدهم بلبنان؟ البنت بلبنان والصبي عم بيشتغل برا، بس بالعائلة كلنا نحن مثل عصابة، عرفت كيف؟ نحن أربعة أصحاب. حتى كذا مرة قلت لهم على الباب عنا بالبيت بدي حط لهم ويلكم تو كوكوز نست، كلهم مجانين، كلهم مجانين. ايه المزح ماشي والضحك ماشي، مرتي بتنكت علي، انا بنكت على بنتي، ثلاثتنا بنكت على مرتي وكذا، وبيمرقوا الوقت بيضحك وكذا. واي نوت. توني، بتآمن بمؤسسة الزواج؟ هي بآمن بالعائلة. لازم الواحد يمكن خلقه الزواج لا تتأسس العائلة. العائلة لازم. بس في عائلة بلا زواج مثلا بأغلبها. ايه بس بيك تشوفي كيف يعني، نحن ما بنعرفها هيدي. ما بنعرف كيف، ما جربناها كتير. لأنه الزواج بحد ذاته خلص برأيي صار صعب كتير. صار مؤسسة، ما بدي أقول فاشلة مثل ما ثلاث أرباع العالم عم بتقول، بس مؤسسة كتير صعبة تتنفذ وتتطبق. لأنه إنسان يعني حاله ما بيطيق، خاصة مع الجيل الجديد. والجيل الجديد والأيام، والأيام هلأ الجديدة كلها يعني، أنه أهلنا كانوا غير وأهلهم كانوا غير. كتير صعبة. تعتبر أنه معقول تتطور المؤسسة؟ لازم يلاقوا لها حل. بس البشع فيها أنه كلهم عم بيقولوا ما بدي أتجوز، وصلنا لمرحلة
ثلاث ارباعهم ما بدهم يتجوزوا. مزبوط. كل اصحابنا عم يطلقوا، انا عندي نص اصحابي مطلقين، نظهر جايز نايت اوت مطلقين. بس ليه انا نص اصحابي مش مطلقين؟ برافو برافو. مين في في روح اعطيهم بعد كم سنه، اعطيهم كم سنه. ضايان ضايان انت مسخ عليهم ونقيتك. لا قولوا في منهم من قبلي خلاص. بس بالنهايه العائله عم بتقل عم بتخف. يعني هيدا البشع فيها، مزبوط. هيدا ابشع شيء انه ما عم نتزوج باوروبا، ما عم يتزوجوا. توني بدي اطلب منك شغله، بدك تتجه لهون في طاوله مع ورقه وقلم، بدك تكتب شيء لاول مره بتقوله، شيء هيك للتاريخ ولاول مره بتقوله. اوف هعطيك هيك شويه وقت وكمل مع بيير. اول مره بيقولها وعم تحكي عني؟ لا اكيد مش عنك يعني. اليوم بتعرف دايما بقول انه بلبنان في شغلة معنا إياها، في كتير قصص معنا إياها، بس في شغلة أساسية والناس بيعتبروا أنه معنا مشاكل أنه منا من أولوياتنا، اللي هي تكريم وتقدير الأشخاص اللي بيعطوا. يعني اليوم بتروح على البانتيون بفرنسا بتشوف قدي في تكريم لكل الكتاب، دايما بيكون في معارض للممثلين إلى آخره. اليوم بيير شامسون بده يتذكر زملائه بالمسرح، هيك نعملهم مثل هيك تحية من بيت الشعر. حكينا قبل عن سامي خياط، حكينا عن أندري جادا، عن ميشيل شيخان، هيك شو بتتذكر من كل واحد ومن هالفترة، وكيف فينا هيك نكرمهم اليوم سوا؟ يعني أنا بدي أوجه تحية كتير 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 كبير. اشتغلت مسرحية بالزمانات سنة 85 مع عملاق المسرح أنطوان كرباج، الله يطول بعمره. صح. عرفت أنه هلا مؤخراً عامل الزهايمر ويحوب المستشفى. صح. وسلامته الله يشفيه، وفعلا كان عملاق. عملنا مسرحية أمرك سيدنا سنة 85، عملناها بالكازينو وقتها وضربت المسرحية. وفي قلك إنه أنطوان كرباج إنسان 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 إنسان. وأندري جادا عيشة عمر 30 سنة مع بعض، السفرات مع بعض، ليلى أصفين نفس الشيء. ليلى أصفين كمان زميلة مهضومة منحبها كتير، سفرات عيشة عمر خبيط لبيط ما في. ومين بدك بعد؟ تعرف لأنك حكيت عن أنطوان كرماج، كمان زوجته هي يعني كتبت لسنين طويلة بشريط النهار لور لور كرماج. وكمان بترسم، يعني عندها الموهبة. لأن ذكرت أنطوان كرماج رح خبرك خبرية هيدا ما كتير ناس بيعرفوها عن أنطوان كرماج. مش عن أنطوان كرماج، عني أنا. بعد ما خلصنا المسرحية أمرك سيدنا، أنطوان كرماج هنا من ضيعة زبوغة. صح. بقى هناك نهار بالصيفية بشهر آب عمل عزيمة بالضيعة عنده، كنا شي 50 واحد وعاملين باربيكيو براميل فحم وخواريف واللي بدك اياه، وطقت الشمس الدهر. أنا أول كاس عرق، تاني كاس عرق على الريق، حسيت حالي إنه أبقاش فيه. بقى قلت هيك على السكت بروح بفوت عن بيته لأنطوان كرماج برتاح شوي وبرجع. فتت فتحت اوضه، شفت من هول التخوت تبعوا الضيع العاليين. طلعت تاخد شوي، فتح الباب، فاتت وحده شحطت بايدي قلت لها روح. نمت لي شي ساعتين بوعيت، غسلت وجهي، ظهرت لبرا، طلعت بوج مني لور مرته لأنطوان. قالت لي وين كنت؟ قلت لها بالبيت عندي، كنت برتاح شوي لانه حسيت حالي انه دي. قلت لي بترتاح شوي؟ قلت لي ما نايم عند الجيران انت، مش لا. بالبيت تعرفت عند الجيران ما بواب حد بعضهم، انا فكر حالي فيت فت عند الجيران. وصاحبة البيت فتحت الباب وشحطت وشحطت عسكت فتسكت. وهي عارفة انت مين يعني؟ صاحبة ايه؟ صاحبة البيت عرفتك انه فيها شمسان؟ بده يكون عرفتني. لما حكيت شي استحت، سكرت الباب ونمت لي شي ساعتين. بقى لور بهدلتني قدام الكل، قالت فات لينام، فات نام عند الجيران.
بس اليوم بين خبريت المسرح وخبريت البيت يعني انت يعني وين ما حطيناك بتجي نايم عندك مشكل عفك. بس عن جد تحيه للور. لور كمان جزء من هالبيت لانك ذكرتها, وهي وانطوان كرباج يعني دايما ان كان بالمسرح او بالرسم دايما هيك شغلين مع بعض. يعني اليوم كاركتير ام جورجيت ايام بيزعجك انه بتحس انه مثلا انا حتى كنت عم بلاحظ بمقابلاتك انه دايما بيسالوك عن ام جورجيت, وايام تكون مثلا حدا عم بيحكي معك بده يحكي معك انه ام جورجيت, يعني في محل حسيت انه هالكاركتير صار عبء او بالعكس انه تعايشت معه؟ بتعرفي شو يعني قد ما اثر الكاركتير على الناس صاروا نسيوا اسمي, يمكن مش انه نسيوا اسمي, صاروا عايطولي ب يا جورجيت يا ام جورجيت ام جورجيت بيك سخنت هول الاشياء اللي كنت اقولهم على المسرح, بيك سخنت ليش ما بيبعت دولار واخر شيء يعني صرت اقول لهم بالمزح انه بكرهها لام جورجيت لان اشتهرت اكثر مني. صح ايه لا بس كاركتير انه هيدي الكاركتير خلقت معي سنة 86 وبعدها محبوبة من الناس, والعلامة هلا قريبا عم نحضر مسرحية انا وميراي بانوسيان ام تعان وام جورجيت, لان الكاركترين محبوبين والناس بيضلوا يطلبوا, هي بيعيطوا لها ام تعان انا بيعيطوا لها ام جورجيت. بقى لنشوف متى حتكون هالمسرحية؟ مبدئيا الشتوية يعني بعد ما تفتح المدارس وتعال. بس اليوم تعتبر انه وقت ممثل بينعرف بكاركتير معين بتصير صعب عليه يشتهر بكاركتير اخر؟ صارت معي انا, صارت معي لما صورنا فيلم زفافيان. صح. بقى الكاتب الصديق شكري انيس فخوري قال لي في فكره فيلم زفافيان ومركزين عليك بالدور. قلت له انا يعني دراما مش عامل, قال لي مين قال لك انه اللي بيعمل كوميك ما في يعمل دراما؟ قلت له بجرب بس ما بوعدك شكري انه خايف من الدور. كان اول مره بتعمل دور دراما؟ قال لي ليك اذا بدك ترفض الدور ما في فيلم, يعني فيلم كله مركز عليك. ودعسنا دورنا السياره ومشينا ومشي الحال. والعلم انه الفيلم ضرب اشتهر كثير عالميا, صاروا الناس. صح صح. لانك ذكرت شكري انيس فخوري احنا عاملين لجنه تنختار هيك شاب او صبيه وننتج لهم اليوم فيلم قصير تندعم الشباب يروحوا صوب المسرح والفن والى اخره, وتعرفت على الشخصيه الرائعه. فهيك اليوم عم نتذكر كل هالاشخاص اللي عطوا كثير بالمسرح وبالفن. شو كانتك كتبت جريده توني؟ لا خرطشتها رجعت عدتها مرتين. وينية بس؟ عم جيبها معي؟ ايه بدنا نقريها سوا. فكرت بعدين باخر حلقة او شيء. لا هلا لا خدها معك على البيت. ترك لي اياها هون. هيك بدي اطلب منك نفس الشيء, بدي اعزبك لهونيك تكتب لنا شيء لأول مرة بتكتبه. هيك شيء للتاريخ من بيير شاماسيون للبنانية وللناس كلها مش بس للبنانية اللي عم بيسمعونا ويحضرونا. هات لنشوف. ماشي مهم. بركي. ما بدي. تفضل بيير كمان دورك هلا تكتب لنا شيء لاول مره بتعترف فيه. شو هالمشكله هاي مصيبه. شو بدي اكتب طب اكون لحالي يعني. توني خبرني هيك شوي عن الرسم. الرسم انا دارس رسم بالجامعة بالقلبة, والتمثيل كان هوايه. في ناس ما بيعرفوا الجانب عندك. ايه لانه ما كثير طغى الجانب الشو بزنس يعني. مش شاركت شيء وقتها بالنهار مره كاريكاتوريست. كان بدكم كاريكاتوريست واول ما اطلقته نهار الشباب. صح. وصار في كونكور. ايه صار في كونكور, كنت انا تقريبا اخلص الجامعه اخر سنه تقريبا. فشاركت انا واثنين اصحابي من القلبة كنا نرسم بعض السيني وكاريكاتير, وكان معنا ارما حمصي. صح. ما كان هو قلبة كان ايوبي يمكن شيء. تعرفنا على بعض وقتها. طلع ارما الاول وصديقي حبيب فغالي كمان طلع الاول اكزيكو اثنين, انا طلعت الثاني وقتها. وهن اللي صار لهم وقتها يشتغلوا كاريكاتوريست من وقتها بالنهار. ايه أغمان كمان بعده لليوم. بعده لليوم أغمان خمسة يعني. بعرف حلو الكاريكاتور لأنه بيكتب التاريخ الواحد
هيك بطريقه مختلفه. يعني بتطلع ايام حتى على الكاريكاتير اللي كان يعملهم بيير صادق، بتشوف هيك تاريخ لبنان وقتها تشوفهم بالارشيف، يعني بهيك برسمه. صح، بقولوا لك الصوره بتعبر عن ألف كلمه، فاكيد. والكاريكاتير بتعبر برسمه صغيره، صوره صغيره عن حادثه صارت او حاله. ومثل ما قلت ايه، يعني الواحد بيعمل ريكاب لكل التاريخ من الكاريكاتير. كثير مهم الكاريكاتير وما لازم تتوقف. يعني هلا بالعصر الحديث يعني بالجرايد كله تغير وقصص صارت ديجيتال وهيك، بس لازم يضل الكاريكاتير. توني، اليوم فترة الثورة خاصة بتحس هيك صار في مثل ردة فعل من الناس اللي هي طبيعية يعني على السياسية، بتحس اليوم بعد فيك تقلد السياسية؟ صراحة لا، حتى من قبل الثورة أنا، بس خاصة قصدي وقت صار هي أكيد قبل، بس خاصة يعني ايه هلا من بعد الثورة ومن بعد انفجار 4 آب يعني كمان هونيك النقمة الكبيرة عليهم، لأنه هيدول الناس دمروا لنا حياتنا. بطلت شغلة بتضحك، تقليدهم بطل بيضحك، صار كأنك عم تذكري واحد باللي قتله. صح، بالمجرم. حلو. بالسفاح يلي خرب له حياته. مزبوط، ما بقى بتضحك الشغلة. أنا شفت هالشي من قبل صراحة، ما بقول إني عندي رؤية يعني، بس قرفوني من أكثر من 7-8 سنين وقررت ما بقى بدي أقلد سياسي، لانه ما عم يتغير. اول شيء اصلا خفت الظاهره لحظه، الظاهره هي يعني خفت هالنوع لانه البرامج الكوميدية يعني بطلوا حتى على المسرح. بتحس قبل كان انه شيء بيضحك، هلا صار حتى تقليدهم. وهيدي اليوم بتفرجي قد يعني يعني الناس يعني حتى اليوم الممثلين الكوميديين صاروا قد ايه في اشمئزاز من السياسه، انه حتى بطل على بالك تتقلدوا يعني. صح صح، هيدا وصلنا له. يعني اليوم بتحس انه اللي عنده موهبه مثلك يعني قد ايه في ساهم بتغيير ذهنيه المجتمع؟ انا بعتبر انه بدي اعمل اللي انا بيريحني، ومع انه بيحطوا على كتافنا مسؤوليه كتير، يعني انه لازم انتم تساعدوا، انتم مثال لهالجيل الجديد، مثال للعالم، بتاثروا بالببليك فيجرز. انا ما كتير بشارك، لانه قبل حكينا عن التمثيل بالحياة، ما بحب مثل بالحياة. أنا ما بحب مثل، أنا بحب كون مثل ما أنا. يعني قد في يكون مثل ما أنا بعملها، قد بنحط بمواقف بنجبر مثل فيها بهرب منها. فما بحب فرجي وجه متفائل، وجه كتير بينصح كتير هيك بإشياء أنا ماني مقتنع فيها صراحة. يمكن أنا شوي متشائم أكتر من غيري، هيدا كاركتيري، بس خلي غيري ينصح، انا ما بحب انصح حدا. انا بعتبر ما بتاخذ مواقف لحظه لا بالقضايا اللي بتصير لا بالسياسه يعني. يمكن كمان لاني شوي مهذب زياده عن اللزوم، او كمان بعطى الهم. ما بحب اللي بيسبوا او بيشتموا او الاشياء المثيره للجدل. لان تعرضت اوقات على تويتر، تويتر سوري على كلمه بورديل القصص، يعني انه يعني واحد بينزل حيلا حدا بيكتب وبيشتميك، انه عيب، ما بقى في احترام. بس باي قضيه تعرضت؟ يعني اعطيت رايي بكم موضوع سياسي او بسياسه معينه، حتى قد ما كان مكروه السياسي، الا ما يطلع لك ابواق او بسموه الابواق بتشتمك بالشخصي. طيب انت اعطيت رايك انه عادي بموضوعيه، بتهذيب، بمساله معينه، بس ما بيفهمها. قد ما عندنا جهل، قد ما في كميه ناس تبعية يعني عندهم الاستزلام بدمهم. صح. مين في موهبة هلأ طالع جديد هيك بفتتك؟ يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. نعم. بالكيف بالستاند اب كوميدي؟ ايه أو ايه يعني عنده مستقبل. يعني في هيدول اللي عم بيعملوا ستاند اب كوميدي هلأ، في رعيل جديد بدنا نقدر هالشي ونحترمه، لأنه هيدا بيمثل الأكترية هلأ، الجيل، السوشيال ميديا. في منهم عندهم موهبة، عندهم نقد حلو. عم تابع في حدا هيك لفتك؟ في منهم للأسف عم يعتمدوا أكتر على البذائة وعلى الكلام الجريء كتير وعلى الشتيمة. مين بتحب ستاند أب بفرنسا أو بأوروبا أو بأمريكا؟ هيك حدا بتتابعه بتحب تحضر وقت تكون مسافر؟ والله وقت أكون مسافر يا ريت ما كان يصير لي كتير، يعني
بحضر كونسرتس اكثر من كوميديانز. بس بحب قاد المالح مثلا بفرنسا، جمال دوبوز مع انه اجى على لبنان وما فهمت ثلاث ارباع اللي قالوا لانه كثير فرنساوي يعني. ايه جمال دوبوز وقاد كان بده يجي بس قطع لغيوله. قاد لغيوله ثلاث مرات يعني قرفوه للزلمه. تفضل انت لازم تقريها لانا اكيد معي مش هتطلع مثل معك. بس بقريها هيك. نعم. طوني قريها تبعيتهم؟ لا ناطرينك. احتراما يعني. اكيد. تفضل. إلى زوجتي وشريكة حياتي، أنت سبب نجاحي في مجال التمثيل، أنت سبب نجاحي في المطبخ، أنت سبب سعادتي في الحياة. المرأة إما تعمل من الرجال وزير، المرأة إما تعمل من الرجال رزيل. أنا قوتي هي زوجتي وضعفي باقي النسوان. عبدكم الفقير بيير جاماسيون. يعني كثير مؤثرة. أنا قوتي هي زوجتي وضعفي باقي النسوان. حلوة يا جميلة. هي أكثر مقطع ببكي. أكثر مقطع رح تشحطني مرتي عليها. أنا بقول يوم الخميس بتنقطع الكهرباء بحالات. إيه. الخميس تطلع الحلقة. هيدا الخميس. أنا كون واقف حد الديجونكتور. أنا رح أقول شيء عني يعني ليه اللي بيعرفوه. ما حدا بيعرفه يمكن انه عادي جدا هي بس انه بيتعجبوا كيف even though I'm a comedian I don't know how to tell a joke even when telling a story I always get blackouts بنسى. This made me suffer a lot as a child. ببقى عارف الجواب ارفع ايد اطلع سطل ما عارف احكي. And later in life, especially when I had to stand up for my rights, and I would always lose. إيش؟ نسيت أويك. رجعت لكلامي لما قلت لك أنت لامبورغيني وماشي 200. إيه بس. وما جاي لك 360. الحكي أهم سلاح. أنت اعترفت في هذا أيدي. الحكي اهم سلاح بالحياة بس انت عم تقول انه وقت كان لازم تحكي انتبهت شو قوي انا انه وقت كان لازم تحكي ما كنت عم ما كنت تحكي لانه ما بعرف ما ضيع مع انه بتطلع على مسرح وعندك هالموهبة الحكي بسهولة على مسرح صح ما هيدا اللي بيعجب الكل انه بيعجبني كيف بس اي متى هيك في صمت اعتبرت انه اذاك بتقول يا ريت حكيت وقتها وما سكتت كثير كثير انا فت بمشاكل مع ناس من ورا صمتي من ورا انه ما عرفت اعبر مزبوط دافع عن حالي بس دافع عن حالي لو دفعت مزبوط بطريقه منيحه يمكن كنا وفرنا يعني وصلت لدعاوى حتى مع ناس لانه ما عرفت اعبر طلع الحق علي وانا الحق معي تعرف هي صمتي معذبني بسيطة بدك طول بالك يا ابني هي عشنا كتير شفنا كتير ومعليش يلا طاروا المصاري يلا شو بعد في أسوأ من هيك علوا المصاري رح انهي معكم هيك لا بشرفك شو حسيتك مبسوط انا ما انا كرمال توني عم بنهي انا بلشنا بالقهوة بعد شوي يمكن بيطلبوا لنا انا بحس لو مجاي مع توني كنت فليت من زمان كنت بالفرشة دور السيارة وراح بدي انهي معكم مع بيير وبعدين مع توني بهيك جملة هيك تقولها لأولادك هلا هيك للتاريخ مش تقولها هيك بطريقة هيك جملة واحدة نصيحة اليوم تعطيها لأولادك ولكل الناس يعني أنا نصيحتي لأولادي هن النصيحة إذا بدك مش نصيحة نصيحة بس هلا الجيل الجديد مثلا كلهم حلمهم انه يحصلوا على باسبور يحصلوا على فيزا ويفلوا من هالبلد انا اولادي مع انه الحال الاقتصادي حال البلد وصلنا لهالمرحلة بعدهم ضد عقلهم يتركوا لبنان ويهاجروا لبنان بدي ارجع انا اقول لهم انه اوعى تتركوا لبنان اوعى تهاجروا من لبنان لبنان احلى بلد بالعالم لبنان كان سويسرا الشرق رح يرجع سويسرا الشرق خدوها مني لكل المشاهدين كمان
بس كيف هالقد عندك امل يعني يا اختي؟ عندي امل الك معي شيء؟ لا بس اليوم بعد كل اللي قطع وعم نروح من سيء لأسوأ يعني بعدك يعني شايف ليك لبنان مرق من مراحل كتير 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 صعبة. مرقنا بالحرب الأهلية، شفنا دمار، شفنا خراب، شفنا قصف، شفنا أواس، وانت حسيتي على جلدك كمان نفس الخبريات. بس عطول اللبناني عنده أمل. اللبناني مثل ما كيف ما بتكبيه بيرجع بيوقف على إجريه. أنا متفائل باللبناني وعندي ثقة باللبناني وعندي ثقة باللبنان إنه قريبا جدا 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 رح نرجع نقلع من أول وجديد إن شاء الله. توني كل شيء قالوا بعكس بس لبنتك هلأ اليوم إذا بدك تقلها هيك جملة هيك تحضرها حتى بعد كذا سنة مش ضروري اليوم يعني شو بتقلها؟ هربي. بقلها تعيش يعني لأن هلأ هالأيام صايرين ولادنا ما عم بيعيشوا يعني وهي منا حياة إنه ما عم بيعيشوا اللي نحن عشناه، ما عم بيلمسوا الأشياء، ما عم they're not exploring يعني كله صار على هالتليفون. صار ما بقى لهم جلادة واجتهم الكورونا قعدتهم بالبيت والأونلاين وهيك يعني ما في أصعب منه إلا أنه لازم تعمل إفور وتظهر وتعيش تلمس الحياة يعني ما تخاف وأهم شيء ما تخاف يعني وتحكي إيه ما تعمل مثلي تحكي وتدافع عن حالها دايما. أهلا وسهلا فيكم. عجبنك بتعيدة يعني إذا رجعت دعيتك على بيت الشاعر. إيه ولو أهلا وسهلا دغري حسيت حالي ببيتي أنا. أهلا وسهلا فيك وبيتك وبيت الكل وبيت مثل ما كنت دايما وإن شاء الله يبقى للسقافة. بس يا ريت بتدليني على أوضتي أنا لأعرف حالي. تتنام هلا خبرنا هوني كمان إنه نام عند الجيران. هلا بدنا ندل وين بده ينام هون. ليك عنده الموتور هون يعني مش لا ابدا مش 24 ما تنغش هلا بس للتصوير ماشي ان شاء الله بس وقف الكاميرا بقى دغري يلا وقف الموتور. توني اهلا وسهلا فيك. ثانك يو وثانك يو على اجمل بيت يعني نحن شرف لنا نكون بهالبيت شرف لنا تكونوا هون معنا اهلا وسهلا فيكم ميرسي يعطيكي الف عافيه الله يعافيكم ثانك يو